جاي من كل سنه طالب الاول، انت جاي من سوهاج موسم السيد البدوي، موسم مولد السيد البدوي، ولا معتاد انت بتيجي هنا طول السنه؟ كل سنه بحضر السيد البدوي، السيد ابراهيم الدسوق وكل المرازح وكل على البيت، كل سنه ايه بحضر بنفس السبح وكل ايه. انت بتجوا من امتى هنا؟ فتره 45 سنه 47 سنه زي كده يعني. 47 سنه معتب تيجي هنا السيد البدوي وتلف الموارد مصر كلها. كل الموارد كلها واخد البلد بحضرها، واخد البلد انت السيد ابراهيم التسوسي، واخد البلد انت والست السيده زينب وست الحسين واهل البيت، كل مراتب اهل البيت. كل سنة احنا ايه متديم موال ست سيدة زينب وستنا مولانا سيدنا الحسين سيد علي زين العابدين سيدة نفيسة وكل الاماكن ايه بنيجي فرصة. قول لنا السبح بقى بكام معاك؟ في حاجة مثلا في 30، في حاجة ب 40، يعني زي دي. في حاجة مثلا زي كده كبيرة مثلا عود صليبة واخد البالك انت، حاجة ايه قيمة حلوة بكام؟ يعني ب 250 ب 300 جنيه زي كده يعني. وده مثلا 35 جنيه 40 جنيه 25 20 في الوسطيات يعني كل حاجه، وسبحه وليها ايه ثمنها حضرتك. كل سنه وانت طيب.